عبد الله سدد وسجل، عبد الله سدد وسجل. فجر فريق سحاب مفاجأة مدوية عندما بلغ دور الثمانية لبطولة كأس الأردن لكرة القدم بإقصائه فريق النادي الفيصلي بركلات الترجيح 5-4 بعدما انتهى وقت اللقاء الأصلي بين الطرفين دون أهداف ضمن منافسات دور 16 لثاني أهم البطولات المحلية. ولم يقدم الفيصل الأداء المتوقع طوال شوطي اللقاء الذي شهد تألقا واضحا لحارس مرمى سحاب الصاعد محمود المحارمي بعد النجاح بالتصدي لبعض الفرص الخطرة للفيصلي، وأكمل تألقه في ركلات الترجيح قبل أن يتكفل بتسجيل الركلة الحاسمة التي نقلت سحاب إلى دور الثمانية حيث سيلتقي مع السلط، والفائز منهما سيواجه فريق الحسين في الدور نصف النهائي. شخصية المحارمة يريد التأهل بين يديه وبين قدميه ويذهب بسحاب إلى ربع النهائي والفيصلي يودع بطولة كأس الأردن. من جانبه تأهل فريق الوحدات حامل اللقب إلى دور الثمانية بفوزه الصعب على مغير سرحان بهدف دون مقابل حمل توقيع لاعبيه مهند أبو طاها في الدقيقة 42 من زمن اللقاء، وأبقى فريق الوحدات على أمله بإحراز ثاني الألقاب هذا الموسم بعد كأس السوبر بعدما فقد فرصة المنافسة على لقب دور المحترفين، ليصعد بالتالي لمقابلة فريق الرمثة في دور الثمانية والفائز منهما سيواجه فريق الشباب الأردن في قبل النهائي. هذا ومن المقرر أن تقام مباراتا الدور ربع النهائي بعد مواجهتي منتخبنا الوطني أمام طاجكستان والسعودية في حزيران المقبل.